في 2010 كانت الفكرة بسيطة جدا، أني كنت نشوف نخرج نحوس كذا في الجبال في الدواوير، ولكن نلقى الحواجي طايشوا، رتأيت أني نلمهم ونستحفظ عليهم. سكان مدينة عين البيضاء اتصلت بهم قلت لهم هاو الفكرة والفكرة، الشباب شباب ما شاء الله واعي. اتصلت بهم قلت لهم يا جماعة راح نديروا قهوة مليحة في مدينتنا. اقترحوا عليا انه نديرها مقهى تقليدي، لان من الناس بغات تشوف الحوايج اللي قدام، بغات تعرفهم. قال لك احنا ماذا بينا نقعدوا ديما ونشموا ريحه الجدود، نشموا ريحه الديار القديمه.